نعيش بسنة الهادي، نقص السيرة الغراء، حياة ملؤها ألق وظل وارف الأفياء. تعالوا نقتفي أثر الحبيب الباذل المعطاء، نقتفي أثر الباذل المعطاء. دروس جمة عبر وذكر فاح في الأرجاء، نعيش بسنة الهادي، نقص السيرة الغراء، نقص السيرة الغراء. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جديد ألتقي بكم أحبتي الكرام، وأسأل الله تعالى أن يكون خفيف ظل عليكم وفي هذه الليالي وهذه الأيام. والله ما قدم بي إلا حبكم، وما أجمل أن نظهر حبنا لبعضنا البعض. هذه مهمة، قضية مهمة، تسمحوا لي فيها أن نظهر حبنا بين بعضنا البعض. يظهر الزوج حبه لزوجته والزوجة، هذا ليس عيب، والزوجة تظهر حبها، والولد يظهر حبه لوالده، والوالد يظهر حبه لولده. في رمضان، تسمحوا لي بعض القصص النبوية. في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة، الأنصار، تعرفون من الأنصار؟ الأوس والخزرج. قالوا ها النبي أدرك قريته، يعني بلده وقومه، سيبقى في مكة ولن يعود معنا، وكانوا يطمعون أن يعود معهم النبي إلى هذا، غير قولهم في الجعرانة، لا هذا القول في فتح مكة. النبي أدرك قريته ورغبته، يعني يحب مكة، لأن النبي كان يحب مكة، وقال لولا الهجرة، لولا أن قومك يخرجون لما خرجت منك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم سمع بهذا القول، أن الأنصار قالوا أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قريته ورغبته وأهله، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم، جمع الأنصار، قالوا أنتم، الحديث من حديث أبي هريرة، أنتم الذين تقولون كذا وكذا؟ قالوا نعم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد الله ورسوله، أنا عبد الله ورسوله، المحيا وهاجرت إليكم، فالمحيا محياكم والممات مماتكم. يا الله، المحيا محياكم والممات مماتكم. شوفوا الوفاء لهم، لأن هناك بيع بينه وبين النبي، أن النبي إذا فتح مكة أو نصره الله على قومه أن يبقى معهم ولا يعود إلى مكة ولا يتركهم ولا يخذلهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد الله ورسوله، هاجرت إليكم، المحيا محياكم والممات مماتكم. فبكى الأنصار، يقول أبو هريرة بكوا حتى ابتلت لحيتهم أو لحاهم، ونزل الدم على نحورهم من شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم. حب النبي سرى في القلب فازدهر، أنارني دربي ونور لي البصر، جمال طلعته قد أخجل القمر، يزيد ناظره حسنا إذا نظر، أندى العباد يدا وأجلهم أثرا، أهدى الحياة هدى ورتل السورة، إنه محمد صلى الله عليه وسلم. فرصة، إذا جاتك فرصة تظهر حبك للآخرين، أظهر حبك، ليس عيب حبك لزوجة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قالوا لا من الرجال، قال أبو بكر. ويقول لمعاذ، معاذ يا معاذ إني أحبك، يا الله إني أحبك، وأظهر حبه لفاطمة ابنته وتقديره لها، وأظهر حبه للحسن والحسين، وكذلك أظهر حبه لأمامة بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. نحن تسمحوا لي في البيوت عندنا جفاف، جفاف مطر؟ لا. جفاف ماء؟ لا. جفاف طعام؟ لا. جفاف محبة، ما نظهر حبنا بعضنا البعض أبدا، من خلال الكلمات، من خلال الخصال والفعال، من خلال أن نشكر بعضنا بعضا. ترى يا إخواني والله مو عيب، كما النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما سئل عن، قال من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. فأظهروا حبكم كما أظهره النبي صلى الله عليه وسلم، بل من حبه في الأنصار كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الإيمان حب الأنصار، ومن علامات النفاق بغض الأنصار، يعني حتى تكلم عن حبهم. وكان إذا لقي نساء الأنصار وأبناء الأنصار
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم لهم ويضع يده على رؤوس صغارهم ويدعو لهم اللهم اغفر الأنصار اللهم اغفر. حسن العهد من الإيمان، حسن العهد من الإيمان. وكذلك الله تعالى يقول ووفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. إذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم على الحر دين واجب، وإلا قل لا ترح وتسترح حتى لا يقال أنك كاذب. من مواقف المحبة صحابي اسمه البراء بن معرور، صحابي هذا من الأنصار اسمه البراء بن معرور. العجيب أنه لما أسلم من أهل بيعة العقبة، لما أسلم وكان ذا القبلة إلى بيت المقدس، ما كان يصلي إلى بيت المقدس، كان يصلي إلى فين؟ إلى الكعبة. وكل الصحابة حتى النبي يصلي إلى بيت المقدس، إذا كان في مكة يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، إلا البراء كان لا يصلي إلا الكعبة. يا براء صلي كما يصلي؟ قال لا، ما أرى، لا أعطي ظهري لهذه الكعبة. لما قدموا للبيعة، بيعة العقبة، البراء وكذلك كعب أبي بن كعب ذهبوا يسألوا عن النبي، يسألوا عن النبي، فوجدوه عند الكعبة مع العباس. فسأل البراء النبي، قال رسول الله إني لا أصلي لبيت المقدس، إنما أصلي إلى فين؟ إلى الكعبة. قال لقد كنت على قبلة، لو أنك صبرت، لا خليك على بيت المقدس، إلا أنه سيجعل الله لنا فرج ونتوجه إلى الكعبة. لما رجع إلى المدينة والنبي في مكة لم يهاجر، ومات قبل هجرة النبي بشهر، قال وجهوني للقبلة وضعوني في القبر إلى جهة الكعبة، خلاص ما يريد إلا الكعبة. فأصبحت الكعبة قبلة، فكان أول من توجه إلى الكعبة من هو؟ البراء بن معرور. لما قدم النبي إلى المدينة في الهجرة سأل عن البراء، أين البراء؟ قالوا مات رسول الله قبل أن تقدم بشهر. قال دلوني إلى قبره، فذهب إلى قبره ثم دعا له اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنتك. قال رسول الله قد أوصى بثلث ماله لك. قال هو قبل فرده على أهله. فكان البراء أول من أهدى النبي صلى الله عليه وسلم ثلث ماله، لأن النبي ما يأكل من الصدقة، أهدى للنبي ثلث ماله. أظهروا حبكم بماذا؟ بالمال، بالمال للزوجة والأبناء. أظهر حبك للأب والأم بالبذل والعطاء، بالبر والرضا، بالسمع والطاعة. إذا قالوا فاسمع لهما. قيل للحسن كيف يكون بر الوالدين؟ قال إذا قال لك قولا فاسمع لهما، وإذا مراك بأمر فأطعهما، وإذا أتمناك على شيء فلا تخنهما، وإذا سألاك شيء فأعطهما. أيها الأحبة، ما أجمل نظهر حبنا للأقرباء وللضعفاء وللمحتاجين وللموعزين حبا يقينا صادقا يعود ذلك أثره علينا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نسألك حبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إلهنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين ذاكرين مخبتين منيبين قريبين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك باسمك الذي إذا سئلت به تجيب، ألا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إلهنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. لا تدع لمن يشاهدنا في هذه اللحظات وهذه الليالي وهذه الأيام، لا تدع لنا مريضا إلا شفيته، مبتلا إلا عافيته، ميتا إلا رحمته، بعيدا إلا قربته، ضعيفا إلا قويته، فقيرا إلا أغنيته، عزبا إلا زوجته، ضالا إلا هديته. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا من رحمة وسعت كل شيء ترحمنا، يا من يحب العفو يعفو عنا، يا أهل التقوى والمغفرة اغفر لنا، يا حفيظ احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك، احفظ بيوتنا وأولادنا وأموالنا من العين العائنين ومن حسد الحاسدين ومن كيد الكائدين ومن ظلم الظالمين ومن شر الأشرار. احفظنا يا الله من العين والحسد، احفظنا يا الله من الحاسدين الحاقدين الناقدين الناقمين، وبلادنا يا رب العالمين احفظنا يا الله،
احفظ بلادنا من الحاقدين الحاسدين يا رب العالمين، احفظ حدودنا، احفظ قادتنا، احفظ علماءنا، احفظ جمعنا واجتماعنا، من أرادنا بسوء اصرفه عنا واجعل كيده في نحره، إنك على ذلك قدير والإجابة جدير. صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد ورسول محمد. نعيش بسنة الهادي، نقص السيرة الغراء، حياة ملؤها ألق وظل وارف لفيا، تعالوا نقتفي أثر الحبيب الباذل المعطى، نقتفي أثر باذل المعطى، دروس جمة عبر وذكر فاح في الأرجاء، نعيش بسنة الهادي، نقص السيرة الغراء، نقص السيرة الغراء.